إذن صباحنا في هذا اليوم حيكون صباح ثقافي، ورح نقف على أهم وأكثر المستجدات على الساحة العراقية ومن أبرزها الثقافية. فبعد النجاح الذي حصده المهرجان بنسخته الأولى، جدد القائمون على مهرجان تركيب الفني نشاطاتهم ونجحوا في إقامة النسخة الثانية من المهرجان. نسخة طبعا هذا العام كانت أوسع من حيث المشاركات وتنوع الفقرات والفنون، والتي احتضنها منتدى المسرح التجريبي وسط العاصمة بغداد. تقريرنا التالي يطلعنا على الكثير من هذه التفاصيل، لنتابع. وسط أجواء من الفرح والنشاط، أصدر الستار قبل أيام عن الموسم الثاني لمهرجان تركيب، الذي يطمح القائمون عليه أن يصبح تقليداً سنوياً بفضل النجاح الذي حققته نسخة هذا العام. منتدى المسرح التجريبي التابع لدائرة السينما والمسرح احتضن فعاليات المهرجان الذي شارك فيه 18 فناناً جاءوا ليس لتقديم أعمالهم فحسب، وإنما لتوجيه رسائل تحمل في طياتها وجهة نظرهم، مكونة خارطة المشهد العراقي وناقلة إياها بأسلوب فني معاصر. تركيب هو مهرجان للفن الحديث، اللي فرحنا انه تركيب هاي السنه كبر. العام كان مجرد معرض، هاي السنه صار مهرجان. عدد الفنانين ازدادوا، الجمهور هم ازداد، الناس افتهموا الفن الحديث اكثر. الفكره بدات بشكل بسيط جدا، عشان الهدف من عندها انه نواكب التطور الموجود في العالم. مهرجان تركيب هو للفن الحديث، الفن هذا حاليا دا ينعرض بنفس الوقت بدول مختلفه، فهاي أول مرة تشوف شيء مواكب للحداثة بنفس الوقت يعالج مشاكل، لأنه الأشخاص المشاركين مشاركين على أساس بحث. فكرة المهرجان تمحورت حول معرض للفنون التصويرية وفقرات حوارية ومحاضرات ألقاها فنانون لهم أسماءهم على الساحة الفنية عربياً ودولياً، وعروض لأفلام تجريبية وعرض مسرحي مميز، وكذلك عزف موسيقي وتركيب شعري، فضلاً عن مشاركة نجمة The Voice Kids الطفلة تارا صلاح. ما خطرتش على بالك وعيني بك في النوم يمسهرني. تم في المهرجان أيضا تكريم الألمانية السيدة هيلا مافيتس بدرع المحبة، والذي قدمه لها وكيل وزارة الثقافة فوز الأتروشي لمبادرتها الاستثنائية في دعم المهرجان. إن تجربة الاطلاع على أعمال الإنستاليشن لهؤلاء الشباب كشكل فني هو مغاير تماما لما هو معتاد كالرسم ومدارسه، والذي غالبا ما ينظر إليه من زاوية فهم واحدة كونه فنا يتطلب التفاعل والتشارك بين الجمهور، مستعينا بحواسه الخمس بعد أن كان قد اعتاد أن يتعامل مع العمل الفني بحاسة البصر فقط. إذن مشاهدينا، الحديث أكثر عن هذا المهرجان وعن هذه الفعالية ينضم معنا من بغداد السيد قادر فاضل، فنان تشكيلي. صباح الخير أستاذ قادر. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الأنوار أستاذ قادر. طبعا نحن سعداء أنه نسمع أن هناك مهرجان يقام بنسخة ثانية ملم بالكثير من الفنون العراقية ويعرض لنا الفكر العراقي، الثقافة العراقية. حدثنا عن هذا المهرجان من وجهة نظر فنان تشكيلي، تفضل حضرتك. نعم، طبعاً أنا أحد المشاركين بمهرجان تركيب بنسخته الأولى اللي أقمناها على برج بابل، والنسخة الثانية اللي قامت هاي السنة على منتدى المسرح. مهرجان تركيب باختصار هو مهرجان لعرض الفنون، عرض أنواع الفنون التشكيلية بطرق عرض مختلفة. الطرق اللي هي حاليا جاي الفنانين العالميين يتناولوها، نعم. يعني بصورة مختصرة انه تركيب هو مواكبة لحركة الفن العالمي في بغداد.
نعم. يعني طيب أستاذ قادر، وإحنا نتحدث عن الفنون التشكيلية في العراق والمعاصرة بالتحديد، يعني من الغريب أنه نشوف أنه هذا المهرجان ركز على أبعاد وقضايا ثانية، خلينا نقول كان المشهد السياسي ووجود أي سياسي داخل قاعة هذا المهرجان مرفوض نهائيا. كيف رأيتم هذا الموضوع يعني؟ عفوا بس ما فهمت السؤال. يعني باختصار راح اعيد السؤال، انه كان وجود اي شخص سياسي او اي مواطن ينم او له معلومات سياسيه مرفوض حضوره في هذا المهرجان، ليش؟ لا احنا ما كان مرفوض اي شخص سياسي حسب فهمي للسؤال، بس يعني هو تركيب يكون، بس احنا ابتعدنا عن انه طرح الامور السياسيه، البلد يعني الامور السياسيه مثقله على كاهل البلد، فاحنا ما نريد نخلي المتلقي يعني ينزعج من العرب، فلذلك ابتعدنا عن الطروحات السياسيه، يعني خلينا الطروحات هي انسانيه بحته. نعم، وبطريقة أو بأخرى هي تصب بنفس الموضوع أيضا، بس الطرح مو سياسي. يعني أكيد أنه القضايا الإنسانية، القضايا الاجتماعية، القضايا الثقافية الفكرية كثيرة هي الموجودة في العراق بالفعل ما ذكرته، أنه القضايا السياسية باتت جزء لا يتجزأ من حياة المواطن، فالحديث عن هذه المواضيع أكيد شوية لازم يبتعد عنها المواطن العراقي. طيب بالحديث عن الفنون التشكيلية العراقية وعن وجود مثل هذا المهرجان بالنسبة لكل العراق، ماذا يعني بالفكر العراقي وجود مثل هذه المهرجانات، ماذا يعطي للعراقي وماذا يضيف للمواطن العراقي؟ نعم، مثل هيك فنون تكون بها حرية الطرح، حرية التعبير أيضا. احنا بالبداية بالتركيب رقم واحد لقينا شويه معارضات من بعض الفنانين، بتركيب اثنين لا لقينا حتى الفنانين اللي كانوا معارضين هم يرغبون، انه حتى منهم اللي هم اكاديميين و يعني بعيد عن هاي طرق العرض الحديثه هو عفوا العروضه، بس حب ايضا يدخل التركيب. المهم من هذا نشوف انه التركيب انه كان جدا سهل بالطرح، الناس حبته، الافكار كانت توصل بسرعه للناس، الناس حبت انه فكره التفاعل، يعني واحده من عندها انه من طرق العرض التركيب انه يكون المتلقي يكون جزء من العرض في بعض العروض، فشوف انه واحد بس مو بس انه جاي يشوف لوحه وخلاص، لا انه هو جزء تفاعلي، المتلقي هو جزء من العرض الفني ايضا، فالناس حبتها وتفاعلت بها وركائنا وصلت كلها. طيب استاذ قادر، النسخه الاولى كانت مختلفه عن النسخه الثانيه، وبالتاكيد نحن بانتظار النسخه الثالثه، ما الذي سيميز النسخه الجديده وما الذي ميز النسخه الثانيه عن ما جرى في نسختي الاولى من المهرجان؟ نعم، النسخه الاولى كانت مقتصره على تسع فنانين، كانت صعوبه انه تجدين فنان مهتم بهكذا طرح. المكان كان اللي اختاريناه برج بابل كان ما يتسع لاكثر من 9 أو 10 عروض. النسخه الثانيه ميزتها عدد الفنانين زاد، يعني هاي نقطه مهمه. نوعيه العروض اختلفت، كل فنان اخذ مساحه غرفه كامله هو حر فيها انه شلون يتصرف مع الروم انستليشن مالته. اما النسخه الثالثه فيعني نقدر نقول هي بعدها في طيات نعم التحضير المستقبل، بس
اكيد راح تكون بالنسبه للاقبال اللي قاعد نواجهها لتركيب من قبل الفنانين ومن قبل الجمهور ايضا. يعني احنا ما صار لنا كم يوم من خلصنا تركيب اثنين والفنانين مستمرين يقدمون طروحات انه يريدون يشاركون بتركيب ثلاثه، فاعتقد تركيب ثلاثه راح يكون متميز اكثر من هاي السنه. وبعدين نحدد مكان العرض نشوف حسب عدد الفنانين اللي راح يشتركون. طيب يعني بالنهايه اكيد استاذ قادر، نعم، كل مهرجان، كل عمل، كل منتدى له هدف، له رساله، ما الرساله التي حاولتم ان توصلوها من خلال هذا المهرجان؟ نعم، مثل ما قلت لك في البدايه احنا رسالتنا انسانيه، احنا نعالج نحاول نرفض مشاكل موجوده بالمجتمع، مشاكل انسانيه، مشاكل فعلا تفيد الانسان بحيث بعيد عن السياسه. نرفض هاي المشكله ونحاول نلقى لها حلول. نعم. هذا الهدف من التركيب. نعم. يعني احنا نأمل انه يصل مهرجان تركيب الى مستوى اعلى ومستوى اكبر وبحضور فنانين خلينا نقول من كل انحاء الدول العربية، وحتى يصل الى اسم كبير يضم فيه الفنانين العراقيين، نوصل بالفن العراقي بالثقافة العراقية الى اعلى مدى. طبعا السيد قادر فاضل فنان التشكيلي العراقي، شكرا جزيلا لانضمامك لشمس الفلوجة. طبعا مشاهدينا مستمرين اكيد بالحديث عن هذا الموضوع وعن الفقره الثقافيه وفيما يخص تركيب، فالفنانون المشاركون ايضا تحدثوا عن تجربتهم مع مهرجان تركيب وعن اعمالهم الفنيه، وكان معنا لهم هذه اللقاءات لنتابع. تركيب هو مهرجان فني مستقل للشباب، تركيب يعنى بالشباب. بدينا السنة الماضية كمعرض تشكيلي كان برج بابل، وهالسنة المعرض كبر، اجى المنتدى المسرح. تركيب ب 18 فنان وب 19 عمل فني، طبعا هو من الأعمال المعاصرة. طبعا عملي هو بغداد بيس، بغداد السلام، وصور اخذتها بمدن مختلفه باوقات مختلفه. بديت يعني صار لها سنتين تقريبا من بعد دخول داعش للموصل، واخذت الصور هاي كانت هدف من خلال يعني وضع لوجو السلام يعني قدام الكاميرا، كاميرا الموبايل، انه اوصل صوره، اوصل رساله. هذا تحديدا للناس اللي عايشين برا، للاجانب، للعراقيين المغتربين. فالهدف منه انه اظهار الجانب الايجابي. رسالتي انا بالعمل المشتغله اللي هي التربيه التقاليد والعادات والاشياء السلبيه اللي نعلمها للطفل ينتج منها ارهابي، لذلك اسم العمل مصنع الارهاب. استعملت او ركزت على 4 محاور، اعتقد هي اهم 4 محاور من محاور كثيره موجوده بالمجتمع وبالتربيه، اللي هي الفصل بين الجنسين، والتلفاز وتاثيره السلبي على الطفل من كان الافلام الاكشن والمسلسلات الاكشن او مشاهد الاخبار العنف، والتحرش الجنسي بالاطفال، والتقاليد والعادات اللي نعلمها للطفل اللي هي خاطئه، وأضافة للتعصب الديني اللي علمه للأطفال. يتضمن حياة المرأة الاعتيادية المتكررة، كيف تنتهي حدودها بحدود بيتها، ولكن عندها هواية آمال وطموحات ودائما حياتها عبارة عن روتين، دائما أكو شيء يمنعها وشيء يصدها. بالنسبة لمهرجان التركيب يعتبر هو الأول من نوعه بالعراق اللي اشتغلوا الفنانين فن معاصر به، اللي ممكن إنه هنا ما حد يعرفه أو ما حد مشتغل به، فبدنا نواجه صعوبه ويا المتلقين. وبالنسبه لمشاركتي بتركيب اسمها عكاز، تحكي عن اصرار والد وجندي اصر على انه يوصل من الجبهه لبغداد حتى يشوف ابنه البكر، ما ينحرم من الابوه ولا الابن يتيتا. شاركت بعمل بعنوان يد واحده تصفق،
اللي هو عكس المثل الدارج اللي يقول يد واحدة لا تستطيع التصفيق. تناولت بالأشخاص اللي تعرضوا للحوادث أو الأشخاص الضحايا للإرهاب اللي فقدوا أدراءهم، إنه إحنا نكون ممكن نكون مبدعين ومخلصين بأعمالنا ومنجزين أو منتجين بالمجتمع رغم الحوادث اللي تعرضنا لها ورغم الضغط النفسي اللي على أثر الحادث اللي تعرضنا له. عملي اليوم اسمه شباك. شباك أنا شبهته بالعادات والتقاليد القديمة بالشباك القديم اللي هو مع الشناشيد، ربطت فيه سلسلة. هذه السلسلة امتدت في داخل الغرفة، دخلت في داخل الغرفة مربوطة في اللي يسموه أنقر أو المرسال الماسيفي اللي هو كلش ثقيل، محصور في زاوية. وبنفس الوقت أنا حطيت الشباك في زاوية معينة من النافذة اللي نطلع بيها العالم، ننباع من زاوية، يعني نفس الوقت حاصلين نفسنا بزاوية وننباع من نافذة العالم، نشوف التطور اللي دا يصير، نشوف الطبيعة ونشوف العلم وين دا يوصل، بس بنفس الوقت احنا ما زلنا في نفس المكان. مشاهدينا اكيد مستمرين وياكم لتسليط الضوء على مهرجان تركيب، وايضا تنضم معنا الست مها التميمي مصوره فوتوغرافيه. ست مها صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الأنوار. طبعا نحن سعداء أن تنضم معنا مصورة فوتوغرافية في شمس الفلوجة، وأن يكون أو تكون لعدسة الفنانة العراقية حضور ووجود في مثل هذه المهرجان. حدثينا عن وجهة نظرك وعن ماذا صورتي بعدسة الكاميرا. بالنسبة للمهرجان تركيب كان في مشاركة أولى، حبيت انه اشتغل بطريقه جديده اللي هي طريقه الفوتو ستوري، انه انقل صوره لواقعنا نفس الوقت انه شغلها بطريقه انه بكبر، يعني مو مجرد انه صوره فوتوغرافيه تنعرض. نعم. يعني هناك للأسف مشكلة في التواصل مع مها التميمي المصورة الفوتوغرافية والتي كانت حاضرة في مهرجان تركيب. كنا نتمنى أنه نتواصل معها للحديث عن ما دار في هذا المهرجان من وجهة نظر عراقية ومن وجهة نظر مصورة فوتوغرافية، وكيف ترى الفن العراقي والفن التشكيلي وأيضا حضور المرأة في مثل هذه المهرجانات. طبعا أكيد مستمرين وياكم في الكثير من القضايا التي تخص مجتمعنا، مجتمعاتنا العربية، وبالحديث عن موضوع آخر وأيضا طبعا بالرجوع إلى الست مها التميمي، استطعنا أن نصل إلى الست مها وأيضا المصورة الفوتوغرافية. ست مها، نرجع ونتحدث عن هذه القضية، قضية وجود امرأة عراقية حاضرة في مهرجان تركيب كأول حضور لك، كيف كان انطباعك؟ بالنسبة لي كوني امرأة عراقية واشتغل بمجال الفوتوغراف، يعني اكيد فيها شوية صعوبة، بس انا حاولت نكسر هذا الحاجز وابدي اشتغل بهذا المجال، لان لازم يكون عندها مطورات عراقية. بالنسبة لعملي، عملي كان يعني أو تجربتي هي التجربة الأولى مهرجان تركيب. حاولت من خلال مهرجان تركيب أن أوصل رسالة معينة أنا حابة أوصلها للمجتمع، أنه أنا التاريخ مالتي يعتبر تاريخ مهم، وأني لازم الأجيال اللي تجي تبقى تتذكر هذا التاريخ. فالقصة مالتي تتكلم عن رجل اسمه هادي جواد. هذا الرجل من الأشخاص المهتمين شخصية عبد الكريم قاسم اللي هو رئيس الجمهورية العراقية، يعني بالنظام الجمهوري. نعم. فانه ابين للناس انه احنا كل بين فتره وفتره يجي حاكم للعراق يحكم فتره، وبعدها الناس اما تحب هذا الشخص وتتعلم من شانه اما ما راح تحب هذا الشخصيه. نعم. فاردت انقل وجهه نظر شخصيه عاشت ذيك الفتره وعاشت هذه الفتره، يعني الفتره انه هي معاصره شلون نقول لك ثلاث رؤساء. نعم. اللي هو النظام الملكي والجمهوري والوقت الحالي. إذن عدسة كاميرتك كان لها وقفة مع خلينا نقول الشأن السياسي والحضور السياسي، لكن هل القضايا الإنسانية لفتت انتباهك وكان لك وقفة عند هذه القضايا؟ أكيد،
اكيد طبعا، يعني انا يعني الاشخاص اللي اهتم يعني من نفسي انا اهتم انه اصور الاطفال وانه اصور بغداد، احاول دائما اطلعها بصوره حلوه، بس نفس الوقت يعني اكو اشياء تجبرني انه لازم انا اوثق هذا الشيء، انه يعني هذا يبقى للمستقبل. طيب فاحب دائما اخذ المواضيع اللي هي الاطفال البورتريت الابيض والاسود واطور بهذه الطريقه. طيب مها، يعني النسخه الثالثه حتكون ان شاء الله موجوده من مهرجان تركيب، هل تأملين، هل تطمحين ان تكون الصوره مختلفه عن واقع العراق اليوم، عن ما يمر به من كل هذه القضايا، وان تكون الصوره اجمل في المستقبل؟ ان شاء الله اكيد، يعني المهرجان تركيب القادم ان شاء الله يعني محضره شيء يختلف عن الشيء اللي قدمته هاي السنه، وان شاء الله يعجب الناس اللي راح تكون موجوده. طيب بالنسبة لوجود امرأة، قلتي هناك أنه هناك الكثير من الصعوبات كوجود امرأة ومصورة في نفس الوقت، يعني طموحك وأيضا كل امرأة تطمح أنه تصل برسالتها بقضيتها إلى مستوى وإلى مكان معين، مها تميمي إلى أين تطمح وإلى أين تريد أن توجه عدستها؟ بالنسبة لي كوني امرأة يعني واشتغل بهذا المجال اللي هو دائما يكون محتكر بس للرجال، انا رسالتي شنو هي كانت؟ انه انا قبل كان اكو مصورات عراقيات يعني بالعراقي فورا عادي، ما كان اكو مضايقات ولا اي شيء يتعرض لهم اليه، بس في الوقت الحالي بسبب المجتمع والاوضاع اللي احنا بنمر بها قل عندنا هذا الشيء، فبديت انه ادرس واتعلم التصوير على مود اكسر هذا الحاجز وارجع ادخل هذا الوسط بقوه، اما بالنسبه للشيء اللي اريد اني اوصله انه افضل شيء اكون انا راضيه به عن نفسي يعني. نعم. يعني نأمل أنه رسالتك وطموحاتك تكون عند المستوى اللي تريديه، وأكيد عند الهدف اللي تحبين أنه توصلي إلى، وكل امرأة عراقية تصل إلى هذا المستوى، وأن تكون الصورة أجمل في المستقبل مثل ما تريد. مها التميمي المصورة الفوتوغرافية، شكرا جزيلا لانضمامك لنا.